اتصلت او دخلت يعني مزجت ما بين الطب وعلم غزير؟ إيه قلت لك بقى، هو الانبهار بالاب هو اللي خلاني كده. كان عامل كتابين حلوين جدا، اول كتابين اقراهم يخلوني الله، ده احنا ديننا جميل قوي، ده احنا ديننا جميل جدا. عارف الجمال في ديننا ايه يا استاذ محمود؟ عارف الخلاف. اجمل حاجه فيه الخلاف. هات لي اتنين يفسروا ايه زي بعض. حضرتك لما تقول بوك بالانجليزي كتاب، لها معنى تاني؟ لا، كتاب ليه اكتر من كتاب. كلمه كتاب بالعربي بقى عندنا ليه اكتر من عربي؟ قلب بالعربي وفؤاد. ده جمال يعني القران لو نزل بالانجليزي كان يتفسر بسهوله جدا جدا. ولذلك سبحانك الله يا رب، انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تفقهون. يا رب تفهموه، ما حدش هيفهمه. فكان الخلاف بقى، ابويا عمل كتاب مقارنه بين لا معلش جمله ما حدش هيفهمه دي فيها صعبه شويه. لا ليه؟ انما هو ممكن يتفهم كل عصر بطريقه، كل عصر بطريقه صحيح. انا فاهم، انا قصدي كده. انا قصدي كده ان يعني هو التفسير هيتغير، فيه متسع بحيث ان انت النهارده تفهم، بعد ألف سنه تفهمه طريقه تانية، معنى تاني، وهذا مقبول مش مرفوض. ده هو ده الجمال، ده هو الجمال. كان عامل كتاب جميل جدا مقارنه بين الاحكام الوضعيه واحكام السماويه. مين؟ ابويا. والدك نفسه كان بيألف كتب، كتابين، عامل كتابين وخدوه المجلس الاعلى للشؤون السماويه، خدوهم ونزلوهم. قطع اليد هل ينفع تطبقه دلوقتي؟ وشروط قطع اليد ايه؟ كتاب روعه. يعني مثلا في مناقشه معاه، مع ابويا، يعني بقول له، بيقول لي عن قطع اليد للسارق، فانا بقول له حاجه كده، قال لي جت في مخك ازاي دي؟ قلت له سيدنا يوسف امرأة العزيز عايزة تثبت جماله للستات، فدت كل واحدة تفاحة وسكينة فقطعن ايديهن، صح؟ وقلنا حاشا لله ما هذا بشر، ما هذا الا ملك كريم. وقطعوا ايدهم. هل هم بطروا ايدهم؟ لا. برافو، يبقى الحرامي تتعلم ايده بس. يبقى قطع مش معنى بتر. مظبوط، يعني علم ايد الحرامي. انا بقول له كده، ده تفسير طبعا. قطع اليد لان الرسول قطع يد طبعا بتر. لكن قال لي جت في بالك ازاي دي؟ ان قطع في ذكرت في القران انها قطعت ايدها الست، جرحت ايدها، جرحت ايدها. فكان عجبني طريقه ديننا. يعني انت طول عمرك شايف كده في الحاجات.